أسعد الله مساءكم مشاهدينا بكل خير. طقس الغد غائما جزئيا إلى غائم أحيانا على بعض المناطق مع سقوط بعض الأمطار على فترات، ويطرأ انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، والرياح الشمالية نشطة السرعة إلى قوية أحيانا خاصة فوق البحر والمناطق المكشوفة، وتكون مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية على المناطق المكشوفة، والبحر مضطرب إلى شديد الاضطراب في الخليج العربي، ومتوسط الموج في بحر عمان يضطرب بعد الظهر إلى شديد الاضطراب أحياناً